المرسلة عين صاد ألف من الرياض تقول: ما حكم تمزيق الأوراق التي يكتب عليها لفظ الجلالة بحيث أفرق بين حروف هذه الألفاظ مثل الألف واللام والهاء من لفظ الجلالة ثم أضعها في سلة المهملات، فهل يكفي ذلك أم لا بد من تحريقها؟ إذا خشيت عليها من الإهانة إنك مخير بين أن تحرقها أو بأن تمزقها بحيث لا يبقى لها وجود في الورقة، حيث يبقى تقرأ يبقى منها ما يقرأ. فإذا مزقتها تمزيقا كاملا حتى ضاعت الحروف ولا تمكن قراءتها كفى هذا، أو تحرقها. مثل لو مزق الاسم الواحد مزقتين كفى ذلك؟ إذا مزق تمزيقا لا يقرأ بعده المكتوب حصل، أما إذا كان يبقى شيء يقرأ فلا يحصل المطلوب.